One, two, three, come on. Come on. Come on. السلام عليكم هنكلمكم النهاردة عن الفيروس اللي شاغل العالم كله وسبب رعب كبير اوي للعالم فيروس كورونا هنتكلم اكتر عن ايه هو تأثيره على الخلية بيعمل ايه في الخلية بتاعة الانسان لما بيصيبها او الحيوان فيروس كورونا هو فيروس بيحتوي على وراثية RNA والار ان اي دي بيكون موجبه في الحاله دي وبينتمي فيروس كورونا لعائله الفيروسات التاجيه او الكورون فريدي فهنبتدي دلوقتي نتكلم ازاي الفيروس ده اساسا بيشتغل وازاي بيسبب المشاكل كلها مبدئيا خلينا نتفق ان معظم الفيروسات طول ما هي بره الخلايا مفيش منها مشكله المشكله كلها بتحصل لما تدخل في الخلايا الفيروس بيتكون من جزئين كبسول يا يعني كبسولة جواها جينوم اللي هي المادة الوراثية بتاعت الفيروس ده الفيروس همه من كل اللي بيحصل ده انه هو يخلي المادة الوراثية بتاعته تتضاعف ايا كان الشكل وايا كان الس... ايا كانت الطريقة ما يهمهوش المهم عنده انه ي... يقدر يتضاعف ويتكاثر الفيروس مجرد ما يثبت على جدار الخلية بيبقى يعمل عملية حقن حق ان الماده الوراثيه بتاعته اللي هو الكبسوله بتاعته بتتفتح وبتدي الماده الوراثيه بتاعته تخش جوه الخليه جوه السيتوبلازم بتاع الخليه وتفضل هناك بيحصل ايه بعد كده بتعمل عمليه استدعاء لنوع معين من انواع المحفزات اسمه الفايرال ريبلكيشن كومبلكس او اللي هو ماده عباره عن شغلها كله انها بتخلي الفيروس ده يبدا في التضاعف ازاي بيبتدي الفيروس ده يكون هو الفيروس ده نوع موجة طب بيبتدي يكون جزء تاني سالب الجزء السالب ده بيبتدي من خلاله يتكاثر لملايين النسخ والأعداد بحيث إنه يقدر يتضاعف أكتر وهكذا ويقدر يتكاثر طيب الخلية ليها الجدار بتاعها بيفضل عند حيز معين فلما بيبدأ العدد جواها كده بيبقى في زحمة بيبقى ضغط على الجدار فالجدار بيبتدي ينفجر الجدار أول ما بيبتدي ينفجر بيكون قبلها الفيروس اساسا عمل حسابه وكون كبسولة تانية حوالين كل جينوم او كل واحد جينوم من الجينوم من الجينوم اللي هو خلصها دي وبي... وكل جينوم من دولت كده اللي هو يبقى فيروس جديد يقدر يعدي ويصيب الخلايا الباقية فدي مشكلة اللي هو بيقدر يصيب غيره مش خلية واحدة بس وبكده يقدر يحافظ على تواجده دايما في الخلية ويقدر يحافظ على تواجده دايما بشكل حي لان الفيروس بره الجسم مش حي جوه الجسم حي طيب هنعمل مراجعة سريعة للخطوات بتاعت اللي بيقوم بها الفيروس عشان يقدر يعدي الخلايا أول حاجة بيعمل اتاتشمنت أو اللي هو بيلزق نفسه بجسم الخلية بتاعة الهوست تاني حاجة بيعمل عملية حقن المادة النووية بتاعته ال RNA أو DNA بعد كده بيحصل عملية التضاعف أو التكاثر في العدد بعد كده بيحصل عملية الريليز للخلية هي الخلية بتبقى مقدرش يستحمل فبيبتدي ينفجر بعد كده بيحصل عملية نيكروز للخلية ودي عبارة عن موت مرضي للخلية الخلية بيحصل لها تدمير فمشكلتها إنها لما بتتدمر بتخرج منها مواد بتسبب حساسية شديدة هايبر بتسبب مشاكل زي الانفلاميشن بتسبب أضرار كبيرة جدا زي الأزمة اللي هي ضيق التنفس أو المشكلة في الصدر والأعراض دي بتزيد حتة وخطر كبير للناس خصوصا لو متعالجتش ممكن تأدي للوفاة للمريض فمن من هنا بيجي خطر الفيروس الكورونا أو الفيروسات بشكل عام إنها بتدمر الخلايا فبالتالي بتخليها غير صالحة بسبب أضرار مش لخلية أو اتنين لا للعضو كله فهنا المشكلة فالخطر مش في إنها بتسبب عدوى لا الخطر إنها ممكن تبوظ عضو كامل زي الرئة مثلا فسبب مشاكل في التنفس إنك هتموت خلاص مفيش رئة فبالتالي تسبب الموت ده كده كان توضيح لإيه اللي ممكن يعمله فيروس زي الكورونا أو أي نوع من أنواع الفيروسات لجسم الإنسان أو ممكن يسبب ضرر ازاي إنه بيخش الخلية بيسبب نكروز والنكروز بيسبب مشاكل شكرا كان معكم محمد البحراوي أتمنى تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة دمتم سالمين